هسه نطبق عمليات التعديل موديفاي على الرسم. خلي ارسم مستطيل، خلي تكون احداثيات نقطة البداية مو نقطة الاصل، واللي تكون 200 و 100 سبيس بار نقطة البداية خارج نقطة الأصل، خلي تكون إحداثيات النقطة الثانية 150 × 100 كبره بعد إكمال الرسم نسوي تعديلات من قائمة موديفاي مثل الزوايا المستطيل اللي رسمناه نسوي فلت تقوس، وهذا من اختيار فلت اللي يكون قائمة موديفاي. يظهر بالكوماند بار فلت سيلكت فيرست اوبجكت وبعض الاختيارات، اختار الراديوس واخليه يكون 10، ادوس انتر، تظهر عبارة بالكوماند بار فلت سيلكت فيرست اوبجكت، اختار احد اضلاع الزاوية اللي اريد اسوي لها فلت اللي تخلي تكون هاي الزاوية، ادوس عليه يطلع لي بالكوماند بار select second object، اختار الثاني اشوف مباشرة يظهر لي هذا القوس اللي هو هذا الفلت. من جديد اريد اسوي فلت للزاوية الاخرى، اجي على قائمة موديفاي المفتوحة، اختار من عندها اللي عايز فلت، اعيد العملية من جديد، اختار راديوس، طبعا هو مخلي لي بالديفولت 10 باعتبار الفلت الاول كان الراديوس مالته 10 فراح اوافق، ادوس سبيس بار واحفز احد اضلاع هاي الزاوية تغير لونها للازرق، واجي على الضلع الاخر وادوس عليه صار عندي القوس الثاني. الان اريد اسوي للزاوية الثالثة فلت ايضا، فبعد ما يحتاج اروح افعل من القوائم يعاز الفلت، فقط ادوس انتر لانه هو اخر اجراء اني سويته فلت، فراح يبقى البرنامج محتفظ بي، ادوس فلت عفوا ادوس انتر تحفز لي فلت سيلكت فيرست اوبجكت. الان ادوس على هذا الضلع الخاص بهاي الزاويه اللي بدي اسوي لها تقوس واضلعها الاخر، كذلك اعيد الكره على مود اسوي للزاويه الرابعه، ادوس سبيس بار هالمره فيظهر لي بالكوماند بار select first object، اختار ضلع الزاوية وضلعها الاخر. راح اسوي تعديل اخر واللي هو تعديل الشامفر اللي يقطع الزاوية بخط مستقيم، اختار الاوبجكت وادوس على delete، امسحه وارسم مستطيل جديد.
الآن من قائمة modify المفتوحة أو المنسدلة، أوقف على فلت على هذا السهم اللي بجوار فلت، وتنزل لي القائمة هاي، ومن عندها أختار الشامفر، مجرد أدوس عليه راح يطلع لي بالكوماند بار هاي العبارة select first line or عدة اختيارات، أدوس من عندها distance واللي يعني مقدار بعد رأس الزاوية عن بداية القطع. اختار هنا 10، طلعت لي عبارة ثانية specified second chamfer distance، هو بالديفولت مخلي لي 10 فأوافق عليه space bar. هسا اجي اختار الزاوية، تكون هاي الزاوية، اختار الضلع مالتها، انتقل للضلع الاخر، صارت عندي الشامفر. الان ادوس على انتر، يبقى هذا الإعاز محتفظ به البرنامج، واختار ضلع الزاوية الاخرى اللي اريد اسوي لها شامفر والضلعها الاخر، وكذلك ادوس سبيس بار واختار ضلع الزاوية وضلعها الثاني. الان سوالي الشامفر لزوايا المربع. الان من الاعازات المهمة كذلك اعاز لترم القطع الجزئي والاكستند. هسه خلي ارسم مستقيم، افعل الاورثوغونال، شوف اني مفعل الاوبجكت سناب، اعطاني منتصف القطعة المستقيمة هاي اللي هي احد اضلاع المستطيل، ادوس عليها وباتجاه الضلع الاخر المقابل الها، ادوس انتر وادوس ارسم مستقيم اخر بالاتجاه العمودي من منتصف القطعة، انزل للاسفل يقطع لي المستطيل منطقة المنتصف. الان اريد هذا الجزء من هذا المستقيم اريد امسحه، طبعا انا من افعله واريد امسحه راح يمسح المستطيل كله، سمنا كله ديليت، راح المستقيم كله من المستطيل، فالغاية شنو؟ ما اريد يعني كل المستقيم يلغي، وانما جزء منه اللي هو هذا المنتصف. هسه ارجع اندو عمود، اسوي هاي العملية، اصعد فوق الى قائمة موديفاي، اختار ترم، يظهر لي بالاسفل بالكوماند بار select object، راح اختار المستطيل كله، تفعل وصار لونه ازرق، واجي على المستقيم اللي انا داريد اقطع من عنده، ادوس عليه تفعل عندي. الان ادوس انتر، هسه راح اوقف على القطعة اللي اريد اني امسحها. هنا ما يقبل فسكيب، ارجع من جديد افعل ترم، افعل هذا الاوبجكت وافعل هذا المستقيم، لانه هذا راح يقطع لي بالنص، وادوس انتر وعندي ظهرت علامة في ديليت، مسح عندي هذا الجزء من المستقيم. الان سكيب، ارجع ارد يعني امد هذا المستقيم لهذا الضلع، يعني عكس اداء الترن اللي هو اكستند،
فأرجع على القائمة موديفاي وأختار سهل وأختار الأمر إكستند. أفعل هنا أقرأ المسج سيلكت أوبجكت، أختار مستطيل وأختار القطعة المستقيمة وأدوس أنتر فوصلها طبعا هناية ودوس ادوس انتر وبالماوس كليك ايسر رجع لي الخط المستقيم. هسه طلاب امسح هذا المستقيم العفو المستطيل تحفيزه كليك ايسر وديليت امسح عندي. الان اريد ارسم الدائرة، اروح للقائمة المفتوحة درو او اكتب سي او من القائمة المنسدلة درو واختار سيركل. طبعا هناك ستة اختيارات، ستة طرق لرسم الدائرة. طبعا الدائرة نتعرف هي بسنتر ونصف قطر، هاي اول طريقة للرسم اختارها اللي تكون الدائرة مركزها نقطة الاصل صفر 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 صفر. الآن نصف قطرها خلي يكون 50، دوس اكستند حتى الآن ظهرت لي الدائرة، زوم اكستند ظهر لي اياها. الطريقة الثانية لرسم الدائرة من قائمة درول المفتوحة، اختار سنتر ودياميتر. الان مركز هاي الدائرة يكون بعيد عن نقطة الاصل، خلي يكون مركزها 300 وصفر. خلي يكون قطر هاي الدائرة، طبعا هو بيأشر لي هنا إذا تنتبهون طلاب، خلي يكون 200. الطريقة الثالثة اللي راح تكون طريقة المماسين ونصف القطر، أقف عليها فعلها. هنا أقرأ بالكوماند specify point on object for first tangent، عرف لي أول نقطة على أول مماس، وليكون قوس الدائرة هذا بعض الأحيان خط مستقيم. هسه حاليا اللي عندي قوس دائرة أدوس عليه، طلعت المسج الثانية specify point on object for second tangent، يريد من عندي النقطة الثانية على المماس الثاني. الآن راح أدوس عليه الدائرة الثانية. هسه المسج الثالثة طلعت عندي specify radius circle، هو دا يريد من عندي 100 لكن انا راح اختار 150 ولا انتر. الان صارت عندي دائرة نصف قطرها 150 ومماسة للدائرتين. الان اخذ الطريقة الاخيرة بالقائمة واللي هي طريقة المماسات الثلاثة، افعلها ادوس هنا دا يريد من عندي specify center point، center point for circle or tangent، اريد اني مفعل طريقة التانجنت free tangent. هنا طبعا تشوفون شباب دائرة بلون الاخضر صغيرة وفوقها خط، بمعنى هذا مماس. افعلها اجي
الدائرة الثانية كذلك فعلها، وجعل الدائرة الثالثة فعلها، صارت عندي دائرة مماسة للدوائر الثلاثة هاي. طبعا ارجع اقول مو شرط ان يكون خط منحني المماس، فيعني عادي ان يكون خط مستقيم.